فتيات نسكن هنا في منطقه ريفيه. اسمك؟ سمير عادي. لا عندنا مصاص كيف العبيد، لا عندنا طريق، نعانوا من الفقر، نعانوا من التهميش، منطقه ما فيها حتى شيء. البنويت بالنسبه للبنويت فيها فتاه ريفيه كيف هناك قاعده اللي عندها حتى مورد رزق، يعني كان ما يجيش خوها ولا امها تصرف عليها تموت من الفقر. ما عندنا شيء في البلاصه هذه. مطلوب منكم الحق تعاونونا الاخرى، حتى من 200 دينار اللي فرقتهم الدوله، نحن قالوا لنا ما عندكمش حق. نعانوا من خصاصه كبيره ياسر. يرحم والديكم كي تعاونونا وتعملوا لينا برشا حاجات الاخرى، حتى طريق، حتى طريق. ابسط الاشياء طريق نجو ماشيين كيف تصب المطر ما عندناش نجموا نتعدوا. عبد كبير كيفك باش يعمل يمشي يعمل يزرق زريقه كيما مريض بالسكر ولا بدم ولا بعيد عليه، ما يصرف وسانه كان يموت بعيد علينا. ما عندنا شيء، نطلبوا منكم تعاونونا والسلطه المعنيه تتلفت للشيره هذه، راه مش متلفتين لها اصلا، لا معتمد طول لا ويلي لا ما ثم حتى حد يجي. انا يعني قلت كامس الاشياء اللي عانيت تفرقها الدوله والوحدات نحن ما توصلناش. هذا ما نقول لك.